مشاهدينا السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار من قناة الشروق. عاد إلى السودان قادما من يوغندا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي جمعته الرئيس اليوغندي ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميرديت. وقال مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية الطاهر أبو هاجة إن الاجتماع ناقش المهام الملحة التي لم يتم إنجازها والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لدولة جنوب السودان. يصل الخرطوم غدا السبت وفد رفيع من الجبهة الثورية برئاسة عضو المجلس الرئاسي للجبهة الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة لتحرير والعدالة. وأكدت لجنة الاستقبال اكتمال كافة الاستعدادات لاستقباله بمطار الخرطوم عند 10:00 صباحا، فيما أكد الأمين العام بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل أن داود يصل إلى البلاد في إطار جدية الجبهة الثورية في تحقيق السلام. أكد وزير المالية إبراهيم البدوي استمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتيجية. وقال البدوي في منبر شركاء السودان الدوليين إن الحكومة الانتقالية تدرك إدراكا كاملا الأزمة المعيشية المستفحلة، وأرجع البدوي الأزمة الحالية إلى سوء إدارة الاقتصاد، وتوقع أن تنقل موازنة العام المقبل المواطن من مستهلك إلى منتج. ناقش الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء منهجية ومواجهات إعداد موازنة العام 2020 والتي تضمنت البرنامج الإسعافي وأولويات الفترة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون. دعت ورشة الصادرات إلى ابتدار رؤية مستقبلية تعزز الصادرات وتدعم الناتج القومي والاقتصاد الوطني. وقال وزير التجارة والصناعة إن عملية النمو الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة والاهتمام بالصادرات تعد أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية. انتهى موجز الأخبار قدمناه لكم من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والمعلومات لكم أن تزوروا موقع القناة على الإنترنت الشروق.net. وإلى اللقاء.